أنا ريم أبو الحسن من فرع CFI بلبنان، ينضم إلي من الأردن كبير المحللين مهند عريقات. صباح الخير مهند. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ ريم، كيف حالك؟ أهلا فيك. الحمد لله أستاذ مهند، هذا الأسبوع تشهد الصين إغلاقات الأسبوع بالكامل بسبب عطلة يعني رسمية من بداية أكتوبر وحتى السابع من هذا الشهر. هناك إغلاق في أسواق السندات والأسهم وفي الصين، يعني عيد وطني، وأيضا هناك إغلاق لبورصة فرانكفورت يوم الخميس أي في ألمانيا. نعم صحيح. وتترقب الأسواق عن كثب هذا الأسبوع طبعا بيانات الوظائف في الولايات المتحدة تصدر نهار الجمعة، وطبعا نهار الخميس لدينا قراءة الـ ADP أو تقرير الوظائف في القطاع الغير الزراعي أيضا. وهذا الأسبوع تبدأ موسم نتائج الفصلية للشركات الأمريكية، ونبدأ بشركة بيبسي يوم الخميس تصدر بياناتها المالية التي طبعا ستؤثر على مؤشرات الأسهم الأمريكية خصوصا الداو جونز. هذا نعم أهم صحيح. ما ننتظره هذا الأسبوع أستاذ مهند. بالتأكيد يعني اللي هو خبر الوظائف الأمريكي نعم ومعدل البطالة سوف يعتبر الأهم خلال هذا الأسبوع، يعني وراح يكون له تأثير واضح على حركة الأسواق، نعم وبالذات نعم إنه شفنا إنه كيف اليورو الأسبوع الماضي كان بيتداول عند أدنى مستويات خلال آخر سنتين، بما نعم الدولار يتحرك قرب أعلى مستوياته أيضا منذ أكثر من سنتين ونصف. تفضل مهند، بما أنك تحدثت عن الدولار لنبدأ بالحديث سريعا عن تداولات الدولار الأخيرة مع تراجع اليورو وتحسن أداء الدولار في الآونة الأخيرة، تفضل. طبعا الدولار حقق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي، وحقق قمة أسبوعية جديدة تعتبر الأعلى منذ شهر 5/2017، مقتربا من الحاجز والمقاومة المهمة جدا عند 99.3، حيث يعني تستقر التعاملات حاليا بالقرب من هذه المستويات، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون هناك عمليات جني أرباح أو قد يكون هناك يعني صعوبة في تجاوز هذه المقاومة. لذلك عم نلاحظ مع بأولى جلسات هذا الأسبوع عم نلاحظ في تراجع على مؤشر الدولار مقابل ارتفاع اليورو. نعم، يعني تداولات هذا الأسبوع قبل بيانات الوظائف للدولار مستمرة بهذا المنحنى العرضي، ربما نرى أن هناك تشكيل عرضي لتداولات الدولار. هي بالمئة طبعا هذا الحركة الأفقية يعني مستمرة منذ حوالي شهرين بين نعم. مستويات 97.8 كدعم وبين مستويات 99.3 كمقاومة، ويتوقع أن تستمر هذه الحركة الأفقية في انتظار المزيد من التأكيدات خلال الفترة القادمة، ومع ترقب بيانات الوظائف زي ما تفضلتي ومعدل البطالة يوم الخميس القادم إن شاء الله. نعم أستاذ مهند، كان هناك تصريح لماريو دراغي الأسبوع الماضي الذي أشار إلى أن توقعات التضخم تتراجع في العديد من الأماكن بالمنطقة الأوروبية، وأوضح أيضا أن المنطقة الأوروبية تواجه مخاطر ومخاوف بريكزيت والنزاعات التجارية والأوضاع الجيوسياسية، يعني جميعها تؤثر على تداولات اليورو. وأيضا أشار إلى أن السياسة النقدية المتبعة حاليا ربما قد يكون هناك استقرار لهذه السياسة النقدية بالرغم من التباطؤ الأخير في المنطقة الأوروبية. يعني هذه يعني أيضا أضاف إلى أن معدلات الأجور تنمو بطريقة أقل بكثير من السنوات السابقة، يعني وهو ربما قد تكون أوروبا تمر بأزمة أشار إلى أنها قد تكون الأسوأ منذ 6 أو 7 سنوات الماضية. فهذه جميعها أثرت سلبا على اليورو، ونرى تداولات سلبية لليورو. يعني هذا الأسبوع سوف نرى بعد قليل بالأجندة الاقتصادية هناك بعض البيانات، ولكن كيف ترى تداولات اليورو بعد هذا التصريح؟ تفضل. يعني بالفعل عم نشاهد أنه اليورو خلال شهر 9 تحديدا 3 زيارات لمنطقة الدعم 1.0925، 3 زيارات لهذه المنطقة، فلذلك أصبحت تشكل هذه المستويات منطقة دعم مهمة جدا، وخاصة أنها أيضا كانت مستويات دعم منذ ما يزيد عن السنتين السابقتين. فلذلك نلاحظ حاليا بداية ارتداد إيجابي لها اليورو،
ولكن هذا الارتداد لو تبعه اختراق للمستويات اللي هي 1.0966 فإن التوقعات تكون استمرار التصحيح نحو الأعلى وتحقيق مستويات أعلى. فلذلك حركة اليورو حاليا هي حركة محصورة بين 1.0925 كدعم و 1.0966 كمقاومة. نحن ننتظر حاليا تميل المؤشرات نوعا ما إلى إمكانية حدوث اختراق للمستويات 1.0966. نعم، بانتظار هذه التحركات لليورو. يعني مهند، ننتقل لنتكلم عن أسعار الذهب التي طبعا في الآونة الأخيرة نرى أن هناك تراجع ملحوظ على أسعار الذهب، خصوصا وأن القمة بين الصين والولايات المتحدة تقترب، وربما قد يكون هناك اتفاق، وهذا الأمر الذي جاء ليعطي دفعة سلبية على تداولات الذهب، أيضا مع تحسن ارتفاع ومؤشر الدولار جميعها ضغطت سلبا على الذهب. في التحليل الفني نرى أنه يكسر الترند الصاعد. تفضل مهند، احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. يعني أكثر ما يهمني في تحركات الذهب حاليا يعني وجود بصراحة تراجع زخم واضح على حركة الأسعار، وهذا ما يؤكده مؤشر الـ RSI، حيث ما زال يصنع العديد من القمم الهابطة المتتالية. هذا يعني بيعطينا مؤشر على أن الذهب يمر بمرحلة ضعف ومرحلة شك وعدم وضوح خلال هذه الفترة من التداولات. بشكل عام الذهب لديه دعم جدا مهم عند المستويات القريبة من 1485، واللي لاحظنا أنه سجلها الأسبوع الماضي وصار عندها ارتداد، وفي الأسبوع الذي سبقه أيضا سجلها وأيضا صار في عندنا ارتداد. فلذلك تعتبر المستويات القريبة من 1485 مستويات دعم مهم جدا للذهب. كسر تلك المستويات فيما لو حصل مع وجود زخم متراجع على المؤشرات الفنية، هذا بيعطينا انطباع او بيعطينا توقعات انه ممكن نشوف مزيد من التراجع زي ما حكينا فيما لو تم كسر والاستقرار دون المستويات اللي هي 1485. دون ذلك على الذهب ان يعود للتداول فوق المستويات القريب من 1530 حتى يعود الزخم الايجابي للذهب. فالذهب حاليا هو مستقر بشكل افقي بانتظار زي ما تفضلت حضرتك المزيد من التأكيدات، وخاصة أنه شهر 10 الحالي سوف يشهد العديد من الاجتماعات المهمة والتي سوف تؤثر سياسيا واقتصاديا على الأسواق. بالذات عندما نتكلم عن اجتماع بعشر شهر بين الصين والولايات المتحدة، وعندما نتكلم عن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 الشهر لبحث ملف بريكسيت. نعم، هذه هي أهم العوامل التي تؤثر على تداولات الذهب. أستاذ مهند، من ناحية أخرى مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأخص الداو جونز الذي يمثل تقريبا أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة من ناحية القيمة السوقية يتداول عند مستويات تقريبا قريبة من 26,900. تداولات الداو جونز هذا الأسبوع مع بيانات يعني تبدأ، يعني ليس فقط بيانات الوظائف المهمة التي تؤثر طبعا، ولكن أيضا تبدأ النتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة، وأيضا ملف التجاري العامل الثالث. يعني ثلاث عوامل مهمة تؤثر على تداولات مؤشرات الأسهم الأمريكية. كيف تقرأ تحركاته هذا الأسبوع؟ تفضل أستاذ ريمي. بس إذا سمحتي لي قبل ما نجاوب على موضوع داون جونز، في سؤال من الأخ المشارك معنا حازم بيسأل عن الشكل الفني الموجود على الذهب. يعني بالتأكيد هو نعم كسر 85 ل 1485 هو نموذج سوف يكون رأس وكتفين سلبي على الذهب. هذا طبعا في حال تم كسر 1485 وأن يستقر الأسعار دون تلك المستويات. فأرجو أن أكون قد جاوبت على سؤالك أخ حازم. نرجع مباشرة لموضوع الداون جونز. الداون جونز واضح جدا حركته بصراحة، مثلث هابط حيث نلاحظ مجموعة من القمم الهابطة ويقابلها مجموعة من الدعوم أو القيعان المتساوية.
هذا يعتبر من النماذج التي تسمى descending triangle أو المثلث الهابط. فبالتالي سوف نبني توقعاتنا على بناء على هذه المعلومة وبناء على هذه المعطيات، حيث يتوقع أن تستمر الحركة صعودا وهبوطا ضمن ذلك المستوى المثلث في انتظار حدوث اختراق لل 27000 أو كسر للمستوى 1700. وزي ما تفضلتي هذا الموضوع بيحدد بشكل كبير ما هي طبيعة الأخبار المتعلقة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة أنه تعودنا نحن خلال آخر شهرين أن نسمع العديد من المفاجآت، أحيانا تكون سارة وأحيانا تكون سلبية. فبالتالي حركة الداون جونز مرتبطة حاليا مستقرة في انتظار المزيد من التأكيدات والتوضيحات حول طبيعة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. نعم، شكرا كبير المحللين على هذا التوضيح. يعني في البيانات الاقتصادية كما أشرنا مطلع الجلسة بأننا ننتظر بعض البيانات خلال الأسبوع إن كانت متنوعة على الباوند وعلى اليورو، ولكن أيضا هناك قرار فائدة في أستراليا غدا كما نرى أستاذ مهند، والناتج المحلي الإجمالي اليوم في بريطانيا توقعات بأن يبقى دون تغيير، ومنتصف هذا الأسبوع كما أشرت يعني الصين مغلقة طيلة الأسبوع، منتصف هذا الأسبوع تبدأ بيانات يعني تقرير الوظائف بالقطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP في الولايات المتحدة، توقعات ببعض التراجع الذي هو يعطينا انطباع عن ما سيصدر عن بيانات وظائف نهاية الأسبوع، إن كان تقرير وظائف القطاع الخاص غير الزراعي حيث توقعات ببعض التحسن أو قراءة أفضل من القراءة السابقة، أما معدلات البطالة توقعات بأن تأتي دون تغيير، والأجور في الساعة توقعات ببعض التراجع. هناك حديث لماريو دراجي ختام هذا الأسبوع تقريبا يعني مع ختام جلسات التداول في الولايات المتحدة عند الساعة 9 مساء. هذه هي أهم البيانات. كلمة أخيرة لك مهند، تفضل. بالعكس، شكرا ريم ويعطيك ألف عافية. بانتظار المزيد من الأحداث الجوهرية خلال شهر 10 الحالي، نصيحتنا أن نقرأ الاتجاهات العامة للأسعار، وأنت كنت تداولاتنا ضمن تلك الاتجاهات العامة. شكرا كثيرا أستاذ مهند على هذه المعلومات القيمة، ونلقاك الأسبوع القادم بإذن الله. إلى شكراً اللقاء. يعطيك العافية. شكرا.